طبعا دي الفقره الاخيره اللي طبعا هي ريمونتادا المحببه لقلبنا وقلوبكم، لكن الحقيقه بعض الناس بنجيبهم هنا لما يكون في كلام ممكن يكون مضر بفريق او بمعنويات فريق النادي الاهلي، وهنا بنتناول ما يناسب النادي الاهلي وما يناسب قيمة النادي الأهلي يا فارس، وليس صحيح. قيمة الأشخاص مهما اختلفنا على قيمة الأشخاص، وبنحترم كل الأشخاص اللي بنتناولهم هنا. احنا بنحترم اللي بيحترم النادي الأهلي. وأسامة برضو بأكد معاك وعايز أقول حاجة، إن لا الخروف ولا الرهانات ولا الكلام ده احنا ممكن نتكلم فيه، لأن أنا بعتبر إن ده برنامج كوميدي، يعني ده جزء من برنامج كوميدي، فده مش مجال لتعليقنا أساسا ولا ذكره جوه قناة النادي الأهلي. ولكن في كلام بيكون فيه بعض الآراء اللي تفيدنا جدا فنيا وتبين هل فعلا الرأي ده رأي حد بيفهم كورة ولا لأ. نشوف كابتن شوقي السعيد قال ايه ونرجع نعقب. على فكرة النادي الاهلي مش كويس برضه يا كابتن، وكابتن رضا يقول لك النادي الاهلي مش مثلا اللي هو الواو يعني. لا بص، انتوا عايزين بص الاعلام الفتره الجايه هيبين الاهلي اللي هو بعبع، ولا لا الاهلي عادي جدا. أيوة. فرقه عاديه جدا. طيب. وفرقه زي اي فرقه. أيوة. فرقه مع احترامي ليك كانت نازله النهارده اللعيبه كان ركبها بتخبط في بعض، كان لولا بس ان الحكم حسب لهم جون بدري. لا كابتن رضا يرد يعني عليه. كسبانه الوداد اللي كسبه الاهلي في الفاينل 2017 تقول لي فرقه ضعيفه؟ مع احترامي لحضرتك. لا يا كابتن، النادي الاهلي بيلعب زون ديفنس وبيلعب على الهجمه المرتده. طب ما هو ده لحد ما يجيب جون. جاب جون لا ما هو تكتيك. يعني تكتيك ضعيف، مش تكتيك ان انت يعني قوي. لا انت بتلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي عندك. انت لو فتحت جيم، لو لعبت جيم مفتوح صدقني هتخسر. طيب احنا موافقينك ان الفريق اللي بيلعب على الهجمة المرتدة فريق ما يخوفش، وانت شايف ان فنيا الطريقة دي لا تليق بفريق كبير. هل فعلا النادي الاهلي اسامة هو اللي بالشكل اللي وصفه ده؟ لا طبعا، وبس عشان نكون واضحين عشان ما نعملش زي ما هو بيعمل. انا مع فكرة ان كل فريق له منهجته له فلسفته اللي يلعب بيها حتى لو هيلعب على الهجمة المرتدة، بس انا بزعل بس لما يكون الفريق اللي بيلعب على الهجمة المرتدة بيقول ان احنا بتوع فن وهندسة. الحقيقة جبنا مباريات نادي الزمالك مع النادي الاهلي او المباريات الكبيره عشان نشوف نادي الزمالك بيلعب المباريات الكبيره كهويه فريق. طبعا نادي الزمالك فريق كبير، لكن هويه اللي هو داخل يفرض سيطرته على المباراه وهو اللي يكون الابر هاند على المباراه امام الفرقه دي ولا نشوف الصوره، وهي اعتقد هتوضح الامور. زي ما حضراتكم شايفين مباراه الاهلي والزمالك في السوبر كانت محاولات النادي الاهلي 16 محاوله على المرمى مقابل محاولات الزمالك 5 محاولات. اعتقد واضحه الامور. المباراه الثانيه مباراه الاهلي والزمالك في الدوري اللي فاز فيها الزمالك بالمناسبه 3-1، لكن كانت محاولات النادي الاهلي كام محاوله؟ 25 محاوله على المرمى، ومحاولات الزمالك 9 محاولات. مباراه الرجاء في دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك فاز فيها ايضا 1-0، محاولات الرجاء 15 محاوله مقابل 4 محاولات لنادي الزمالك.